بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. تصريح هام جدا من وزير التربية والتعليم. طبعا سيادته طلع وقال المدارس في مصر غير مؤهلة لتطبيق نظام التعليم الجديد. طب هو حضرتك لسه عارف ان المدارس غير مؤهلة؟ اكيد كان عند حضرتك علم، فحاولت اكيد انك تخليها مؤهلة بتركيب الراوترات واستلام التابليهات وتغيير في نظام الاسئلة. بس المهم كل ده خلاص احنا ما يهمناش، يعني وحضرتك دلوقتي خليت المدارس مؤهلة وهنكمل ولا هنقف ونرجع؟ هو ده اللي احنا بنتسائل عليه، يعني هو ده اللي بنتسائل. طبعا بعد ما ادلى سيادة الوزير التصريح، الدنيا قامت وقعدت على اساس طب هنكمل ولا ايه. فطبعا هو حضرته لو ما كملش يبقى هو المسؤول عن اهدار المال العام ده كله، يعني عايز اقول هو كده اكيد لازم يكمل. طيب لازم تكمل، طب هنعمل ايه في نظام الاسئله المعجزه اللي بيجي للاولاد والمدارس ان هي غير مؤهله؟ يا ترى ده مش المفروض يخفف الاسئله عنهم شويه؟ مش المفروض يبقى فيه حته رأفة سنه بالاولاد علشان على اساس ان المدارس غير مؤهله؟ خلاص يبقى النظام ما يتطبقش بكامل حذافيره، نقلل منه شويه، نخف من الاسئله شويه، يبقى الاسئله في متداول الاولاد، يعني على اساس ان بما ان المدارس غير مؤهله يبقى اكيد المدرسين غير مؤهلين، ما هم معهمش الاليه اللي هتاهلهم اللي هي المدرسه. طيب بما ان المدرسين برضو عندهم نقص او قلة في التأهيل، يبقى الطلبة هيطلعوا غير مؤهلين لتطبيق النظام بالكامل. يبقى احنا بنطالب بتخفيف النظام على الطلبة، بتخفيف الاسئلة، بوضع اسئلة اقل تعجيز شوية من اللي شفناه في سنة اولى. وده اللي كان عندي في ده اللي انا قلته، يعني ده الاول ما شفت التصريح جبته لكم علشان تقولوا رأيكم برضو، ويا رب صوتنا يوصل. يلا لايك بقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.